اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا فرخه، بس عايز قبل ما نتكلم في الاكل عايزين لما نيجي نشتري المشتريات بتاعتنا مش لازم نعمل زحمه في المطبخ. يعني ايه زحمه؟ يعني مش لازم يكون مطبخك مليان فراخ ولحم، لا خالص، الموضوع بسيط. هي فرخه معانا، معانا رز بسمتي، معانا عجينه عجناها مسبقا، مكوناتها سهله وبسيطه، عباره عن دقيق وبيكنج باودر وخميره، ماده دهنيه يا اما زبادي يا اما زيت زيتون، وبنعجنها وبتتخمر معانا. ومعانا فراوله، يا بتاع الفراوله، فراوله زي الفل البشاير بتاعتها والموسم بتاعها. المنيو بتاعنا النهارده في بساطه وسهوله، وهحببك في انك تخش المطبخ معانا. فراخ هنعملها فراخ مشويه مع رز بسمتي، حلو قوي. نطلع بره ناكل، هات لي يا عم نص فرخه مع رز بسمتي، نشوف ازاي تعملي الاكله دي والوجبه دي في البيت. معانا فطيره الفراوله النهارده بالقرفه، كلنا عارفين القرفه فيتامين سي، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، محصوره ما بين ان احنا نعملها سموزي او عصير، يعني متحدد قيمتها. ايه رايكم نستخدمها كفطيره النهارده مع الفراوله؟ معانا كمان المفاجاه النهارده البطاطس الحلوه، هنعملها بطاطس بانيه، حاجه كريسبي كده لطيفه وجميله، زيها زي حاجه مقليه قرنبيط كفته، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها. احنا بس غسلناها وقشرناها وبتبرد شويه في التبريد عشان نستخدمها مع بعض. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اهو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل حلقه النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه. دوري ان انا احببك في المطبخ وبدون تكلفه. يعني ازاي يا شيف مغازي اعمل الاكل اللي اولادي بيحبوا ياكلوه بره في المطبخ بدون تكلفه؟ نص فرخه يا عم الحاج، نص فرخه يا سيد المعلمين في اي مطعم، بنجيبها معاها رز بسمتي. ازاي تعملي الوجبه دي وجبتين ثلاثه في البيت لطيفه وجميله؟ جه على بالك عايزه تعملي حاجه مثلا توزعيها على حبايبك وقرايبك، مفيش مشكله، تجيبي خمس ست فرخات وتعملهم وجبات لطيفه، نص فرخه ربع فرخه مع رز بسمتي معاها سلطه طحينه وعيش، تبقى حاجه حلوه. فالنهارده الحلقه بتاعتنا مختصره على ان احنا نعمل الاكل ده كده. فرخه معايا مقاديرها على الشاشه، استاذ رحاب بعد اذنك، فراخ مشويه مع رز بسمتي، والصوره الحلوه مع فرخه حلوه جميله على الشاشه. فرخه رز بسمتي، روزماري، بصل، ثوم، حبان، ورق لورو، كمان بصله ناعمه، فص توم، ما ننساش طبعا البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا. حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض نعملها ازاي. باخد الفرخه الحلوه دي كده، شفنا المقادير صورناها، حلو قوي. مهم جدا انك تجيب الفراخ من عند الراجل الفرارجي، مصدر الثقه، وتكون مغسوله كويس والمراره مش مفقوعه جوه الفرخه، ده الطبيعي علشان ما تمررلكش، ما تبقاش في مراره في اللحم بتاع الفراخ. يعني ايه يا عم الشيف المعلومه دي؟ الفرخه دي لها مراره صغيره كده بتبدا قد حبايه اللوز. لو الراجل اللي بينظف الفراخ مثلا اللي بتشتري منه الفراخ المراره دي اتفعت جوه الفرخه، بتلاقي لون الكبده اتغير، لون لحم الفراخ متغير، وانت واخده الفرخه ومروحه على البيت وما انتش طبعا ايه عارفه الموضوع. فده مهم جدا على فكره. معانا فرخه زي الفل اهي، بنشيل السلسله بتاعتها كده بشياكه، لانها طبعا بتاخد وقت في التسوية، واستغل الرقبة بتاعتها مع السلسلة دي هنا بحطها في مية. بس كده انا بعمل بوكيه جرنيه وانا واقف زي الحلاوة. مع المية دي بصلية ناعمة، لان المية دي هعمل بها الرز اهو. وانت في المطبخ عملت بوكيه جرنيه، عملت شوربة، عملت فليفر للشوربة بتاعتي اللي استخدمها للرز اهو. بصلاية والفرخة بتاعتنا مع عود روزماري حلو زي الفل كده. الله اكبر، بسم الله. وادي الروزماري، عود زعتر او كرفس، قرن فلفل حلو كده. بقى انا عملت هنا بوكيه جرنيه وانا واقف زي الشربطه، حلو. اخد طماطمية كمان احطها. انا بوريك ازاي تبقى في المطبخ عامله حاجه حلوه وما انتش بتستعيني باي مكعبات اللي بتدي اكل خالص. بصوا الحله دي عندك في المطبخ بتاعك انت، اكلك ومطبخك مختلف تماما. وكده طلعتها من الحاجات اللي حواليا، رقبه الفرخه مع العظمه بتاعتها مع الجواني، حطيتهم مع بوكي جرنيه، هستغلهم دلوقتي في حاجات كتيره قوي على فكره. خليها تغلي على النار كده واحنا شغالين معايا. الطاسه بتسخن على النار، اخد الفرخه الحلوه دي كده زي ما هي. طبعا الفراخ ما تتغسلش بميه سخنه، افتحها كده الفرخه اهي، واجي كده بالشكل ده كده،
تقوم الفرخه توسع معايا واجي هنا عند الفخذ بفتح الفتحه دي كده، تقوم الفرخه تاخد حجم كبير زي شغل المطاعم، بتلاقي الورك قد كده على الفرخه، لانه طبعا عمليه التفتيح بالسكينه ديت مهمه جدا. ونيجي هنا نفس القصه، شفت الجو ده كده اهو، شفت الفرخه بقت زي الديك الروم ازاي. نفس الموضوع هنا عند الجناح، بنقطع القطعيه دي كده ونيجي هنا كده اهو، ادي فرخه مشويه زي الفل، وتيجي كده بالسكينه. ونيجي برده الجناح هنا، عاملين الحركه دي كده. عايزك تعمل الشغل ده في البيت عندك، ونفس القصه الجناح هنا. شفنا الفرخه بقت زي الفل اهي، تمام. نبدا ان احنا نتبلها مع بعض بتتبيله بسيطه زي الفل. الكسره دي مطلوبه والكسره دي مطلوبه، اصبحت الفرخه معايا كبيره. تعالوا نتبلها مع بعض، ده مطلوب انك تعمليه في البيت عندك، خلي بالك عشان تقدر انك انت توصلي للطعم بتاع المطاعم. احنا مش بنقول اكل المطاعم فيه مشكله، بالعكس اكل المطاعم جميل وبناكل بره وناخد ولادنا نخرجهم وحاجه لطيفه وجميله، بس انا عايزك تعملي الاكل اللي الاولاد بيحبوه ده في البيت عشان تضمني كمان الجوده وتضمني الحاجه الحلوه. تعالوا نتبل الفراخ مع بعض. زيت زيتون اول حاجه، اه حلو قوي. ونحط على زيت الزيتون ده شويه ملح وشويه فلفل، وناخد بعضينا هناك كده ونقف عند الايه الحاجات الحلوه دي كده، بابريكا، شويه كركم، معانا عود روزماري حلو. انا بتبل الفرخه دلوقتي، اه بعمل فراخ مشويه وانا واقف مكاني. حلو قوي العود روزماري ده، نحطه هنا. ايه الحلاوه دي يا عم، ايه السلاسه دي وايه البساطه دي؟ بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، واقلب الخليط ده يا عم الشيف كده اهو. الله تسلم ايدك يا عم الشيف، اه شفت الجو ده كده. وعندي مكعب زبده بحطه هنا، وامسك مكعب الزبده ده اقلبه مع الخلطه دي كده. ده بقى التركايه، اه تقوم الزبده دي لما تنزل تسيح مع التتبيله دي، البصلايه بتتحمر والتومه بتتحمر. اخد الفرخه الحلوه دي كده واحط الحشوه دي هنا كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، ازاي نخش المطبخ نعمل فرخه سعرها في متناول الجميع بتتبيله لطيفه وجميله، وفي نفس الوقت اهو شفت الفرخه عامله ازاي. اه مش تاخد وقت كبير في السوا، دي مش عايزه لها اقل من 10 دقائق الفرخه دي هتستوى باذن الله تعالى. اه يسلم ايدك يا عم الشيف والله. تتبيله ايه؟ بطريقتك ايدك انت، لو رحت اي مطعم في الدنيا كلها مش هتلاقي الطعم ده كده. نشيل كل حاجه ونتفرج على الفرخه اللي اتبلت دي. حلو قوي يا عم الشيف. في جريلا هنا بتسخن شديدة الحرارة على النار، دي مهمة جدا على فكرة. اوعي إيه في حياتك تشوي فراخ، تشوي برجر، تشوي لحمة على جريلا باردة أو في طاسة باردة أو في صينية باردة. كده الصينية بتقول لي أنا سخنة. باخد الفرخة زي ما هي كده، زي ما هي، أه. المفروض تتحط فين؟ زي ما هي أهي. مع السلامة. والقلب داعي لك. نشيل كل ده من هنا اه، ونحطها كده ونسيب الفرخه تستوي. انا بقى عايز اعمل شويه رز بطعم الفراخ دي، اعمل ايه؟ اشيل كل حاجه هنا واروق الدنيا، وانت قاعده كده بتتفرجي. عنوان مطبخنا بساطه سهوله مرونه. البساطه في ايه يا عم الشيف؟ ان انا بسهل عليك تخش المطبخ تعملي الاكل اللي ولادك بيحبوه. السهوله في ايه يا عم الشيف؟ ان اللي موجود عندك في الثلاجه اللي في المطبخ هتستخدميه بدون تكلفه عاليه. المرونه في ايه يا عم الشيف؟ بدايل كتيره. مش موجود رز نعمل فريك، مش موجود فريك نعمل برغل، نعمل مكرونه. يعني ما نقفش ان انا شفت الشيف المغازي بيعمل رز يبقى لازم رز. هي دي المرونه، يعني لما نكون قاعدين في قعده مثلا وفي مشاكل، ففي المرونه في الكلام، مرونه في الحديث، مرونه في حل المشكله بتتحل. نفس الموضوع ده في المطبخ، خلي عندك مرونه تقدري ليكي بدايل كتيره قوي. انا هعمل دلوقتي فطيره اسمها فطيره الفراوله بالقرفه والسكر، مقاديرها على الشاشه. عجينه مكوناتها دقيق
بيض، زبده، بيكنج باودر، خميره، الاثنين مع بعض. ممكن نعجنها بميه دافيه، ممكن نعجنها بحليب، مفيش مشكله. ومعانا قرفه، ومعانا سكر، ومعانا كمان شويه فانيليا اذا احنا حابين. العجينه معانا جاهزه، ومعانا الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها معانا. البساطه في هنا يا عم الشيف. زي الفل. وادي كمان الفراوله. نشوف المقادير تاني يا استاذ رحاب بعد اذنك. فراوله والعجينه بتاعتي والقرفه والسكر والزبده. تعالوا نشوف ازاي نعمل فطيره الفراوله بالقرفه والسكر. زي الفل. تمام. حاضر. عيني. هنعمل ايه يا عم الشيف وانا واقف؟ انا بس بعلمك ازاي بتعملي شغل وانت واقفه في المطبخ. فرخه قدام عينيا بتستوي، ببدا اقلبها واحط عيني عليها كده. اخبارك ايه يا حلوه؟ تعالي بص على الفرخه دي، بص الصدمه الناريه. بقلبها. هو ده. شوف ده كده، واسيبها تكمل سواها وانا واقف جنبها كده استمتع بالايه، بالشكل الحلو بتاعها. اشيل دي كده من هنا. الله، اهي تقوم الفرخه تاخد شكل. انا عايز استفيد بالبيون اللي بينزل منها في عمال الرز بتاعي. دي مدرسه، هوريها لك دلوقتي. فرخه بتستوي اهي زي الفل. مكان تحمير الفرخه هنعمل الرز بتاعنا، والكلام ده هنشوفه دلوقتي عشان يبقى عندي رز بطعم الفراخ زي الرز البرياني او المندي. حلو الكلام. حلو الكلام. الفطيره بتاعتنا، شفنا مقادير العجينه، بنبدا نفرد العجينه دي كده. الله، حلو قوي. النشابه فين يا باشا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. جيبوا لي النشابه يا شباب. فردت العجين، جيبوها لي اهو. هناخد العجينه دي كده. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتعملي المعجنات بتاعتك تحطي في الاعتبار. هتقولي يا شيف مغازي انت فردت العجينه عايز النشابه ليه؟ انا متعمد اوريكي ازاي في المطبخ تبقي سلسه وتبقى كل حاجه معاكي زي الفل. تفرديها بشويه دقيق تطلع معاكي فل، شمعه منوره. باخد انا يا عم الشيف الصينيه بتاعتي اللي معايا، بقطع العجينه على قد الصينيه. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. قد الصينيه هنا اهي بالشكل ده كده. بشيل دي هنا واقطعها كده، تنزل هي لوحدها. واشيل الايه الزوايد دي كده. الله عليك، حلوه. تمام. وارجع كل حاجه مكانها، واخد العجينه الحلوه دي كده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، واحطها هنا. وابدا ان انا اطلع بالعجينه كده على الاطراف. دي فطيره لطيفه وجميله وتسمى في المطابخ الفرنسيه تارت. ممكن تعملها بعجينه الملفي لو انت حابه، بس انا طبعا بحب اعمل العجينه على ايدي. عشان تروح تجيب عجينه الملفي من اي محل بتاع سوبر ماركت ولا حاجه، هتروح تجيبها بالشيء الفلاني. انت لو جبت بتمن العجينه دي دقيق وخامات، هتعملي عجينه تكفي العيله وتحطها في الثلاجه وتستخدميها وقت ما انت حابه. العجينه كده جاهزه، ومعانا عجينه تانية اهي بنشيلها بالشكل ده كده. ده مطلوب منك ايه ديت؟ سؤال حلو يا استاذ رحاب. العجينه دي اللي انا اشتغلت بيها، طب عايز اعمل تاني يا شيف مغازي ارميها. انت بتقولي العجينه بالشيء الفلاني، كل دي عجينه ملفي على فكره، يعني المكونات بتاعتها اللي هي عجينه الملفي اللي هي في نوعين منها في السوبر ماركت. نوع مربع بيبقوا 10 شرايح فوق بعض، بنستخدمها في حاجات كتيره. وفي نوع مستطيل. النوع المستطيل ده تمن الواحده يعمل لك عجينه تكفي العيله والجيران، فتعملها في البيت، ايه المشكله؟ ده دوري انا بعلمك. دي تتشال في الفريزر زي ما هي كده، تستخدمها في استخدامات كتيره. العجينه جاهزه والفراخ على النار. بس قبل ما اطلع الفاصل خلونا نعمل حاجه بسيطه وسهله. ايه هي؟ وانا معاكم في دقائق معدوده. هاخد الفراخ اللي بتستوي دي كده،
الله عليك، الله عليك وعلى والديك. وابدأ ان انا يا عم الشيف ادخلها الفرن عشان عايز مكان الفراخ اعمل الرز. ناخد صوص الطماطم ده كده. الله، زي ما هو كده. شوفي بقى الفن هنا. شوفي لما تحب تخش المطبخ وتعملي حاجه حلوه. ناخد الفراخ دي يا عم الشيف زي ما هي كده. الله، حلوه قوي. مكان تحمير الفراخ ده كده، باخد شويه بهريز عليها. وانا عايز ديت، هقول لكم اعمل فيها ايه بعد ما اطلع الفاصل. ناخد الفراخ دي مخرجنا الجميل بدرجه حراره فرن 180 وندخل الفرخه معانا في الفرن. بص على الحلاوه من قلب الفرن، اللهم صل على النبي. فرخه مشويه تكفي عيله والجيران، ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره دي بتتكلم مصر، خفه دم مصريه. هاخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع للتركيه بتاعه المغازي واسرار المطبخ، مش هقول غير لما نرجع فاصل. هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتركية اللي الجميع طبعا عايز يشوفها، مكان تحمير الفراخ يا عم الشيف. بنزل كده، ده المطبخ. عايز اعمل شويه رز زي ما قال الكتاب. الله، واسيب الصينيه دي على النار كده على ما نشوف هنعمل ايه دلوقتي. حالا تعالي بقى روحي مطعم وتاكلي الرز بالطعم ده وبالحلاوه دي. عايز اظبط النار بتاعتي عشان اعمل شويه رز حلوين قوي، عشان الرز بياخد وقت كبير على النار. حلو قوي. طاسه معايا اهي زي الفل، بشيل الغطا ده كده. حلو قوي. وعندي بصلايه ناعمه، معلقه زيت زيتون صغيره. عايز اعمل شويه رز طعمهم حكايه. وادي زيت الزيتون. الخير والخبره الطهويه في الصينيه اللي على النار. واحط البصلايه دي كده وانزل بالرز بتاعنا، رز بسمتي اهو. مقادير الرز البسمتي على الشاشه وعنوان الحلقه بتاعت النهارده: بساطه سهوله مرونه. الله عليك يا شيف. بساطة سهولة مرونة. نقلب كده وانا بقلب الرز ده. بدلعه بشوية توابل عربية زي ورق لورو، زي القرفة القرنفل، زي القرفة كده اهو في قلب الرز، ياخد الطعم العربي. حلو. واقلب كده يا عم الشيف، واسيب الرز ياخد تحميصه شويه على النار، لان انا واثق من اللي انا بعمله. ايه هي؟ في حل على النار او في صينيه على النار نتيجه احمرار الفرخه والبصلايه والتومه. يلا مع بعض، يلا مع بعض نشوف الخبره الطهويه. يا ويلي يا ويلي، خلص الموضوع. ايه البساطه دي يا شيخ؟ انا خليك تخش المطبخ ده وانت كل يوم عايز تخش المطبخ. حط دي على النار الشديده ونقلب. خلص الرز. تعالي بقى انت كل شويه رز بالطعم ده بره، مستحيل. والرهان على انك انت تعمليه وانت كلت رز بره قبل كده. طعم الفراخ، طعم التوابل، طعم البصله اللي اتحمرت، البيون والجوس اللي نزل من الفرخه نزل في قلب الجريلا. نغطي الرز بتاعنا ده كده ونكمل الحلو بتاعنا. اللهم صل على النبي. تمام. نروق الدنيا دي كده وناخد العجينه بتاعتنا الحلوه والفراوله بتاعتنا الجميله، ومعانا قرفه وسكر. ادي القرفه وشويه دقيق
وشويه سكر وبنعمل خلطه لطيفه هتعجبكم دلوقتي. واحنا مع بعض كده مع عصره ليمون، انا احب المزازه بتاعه الليمون. ادي عصير الليمون، نحط عليه القرفه. في الاولاد مش بيحبوا القرفه، يحبوا الفانيليا اكتر. حاول ازاي خلي ولادك يحبوا القرفه، ده مطلوب. خلي بالك دورك هنا بقى اهو. بحط معلقه دقيق صغيره، ومفيش بقى ايه الكعبله واشتري حاجه واعملي والالقاب الصعبه اهو. دي زي الفل، ونحط على الدقيق ده السكر. يسلم ايدك يا عم الشيف، شيل كل حاجه من هنا عشان اللي بيجي متاخر يشوف ان المطبخ ده فيه شويه بساطه وشويه سهوله. نقلب اللي احنا عملناه ده بمضرب اهو. عملت ايه يا عم الشيف؟ دقيق، عصير ليمون، وسكر. تمام، شيل ده كده انا اخليه. بجيب طاسه صغيره واسيح قليل من الزبده عشان الفراوله دي لما تاخد طعم الزبده حكايه. ادي الزبده عندنا. شفت المطبخ اترتب ازاي؟ الفراخ اللي هتاخد وقت كتير في السوا اعتقد هتطلع من النار تتاكل على طول. الرز بتاعنا على النار، واطلع الرز يا مغازي لما يستوي اهو. طالما بيغلي بص عليه مخرجنا الجميل، شوف الحلاوه. شويه رز بطعم الفراخ، الطعم جه منين؟ دي مدرسه بقى، لازم تتابع الحلقه من الاول. خلي بالك ده مهم جدا. حمرنا الفراخ بعد ما تبلناها تتبيله فولاذيه، حمصناها في قلب الطاسه وحمرناها جريلا. سيبنا الفرخه تستوي شويه، بعدين خدنا الفرخه مع صوص طماطم دخلناها الفرن. مكان تحمير الفراخ خدنا ميه غلت على النار، نزلنا بالرز، نزلنا ببصلايه حلوه، التوابل موجوده، كل حاجه موجوده. هنغطي الرز تاني اه. الزبده اخبارها ايه؟ اهي حلو. والزبده بتسيح، انا بحب الفراوله تبقى فيها شويه سبايسي. شفت بقى المطبخ اهو، بحط على الزبده دي اهي، دي سنه بابريكا. بابريكا على الفراوله يا شيف اه، جربيها يا ستي. انا جبت حاجه غريبه اه. واخد الزبده دي يا عم الشيف، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي. يلا ده مطبخ دي يا شيف، مدرسه ايه دي يا شيف. وناخد الفراوله بتاعتنا الجميله الحلوه نحطها هنا. ونخلي دي على جنب عيسها. ونقلب الفراوله دي يا عم الشيف، ونرصها على عجينه. فراوله بقى من طعامتها ومن حلاوتها هتنزل لك سوائل. هتلاقي معلقه دقيق. شفت الفراوله؟ فطيره الفراوله بالقرفه والسكر. كرملت الفراوله على السكر، على الحلاوه، على الجمال اهو. بساطة، سهولة، مرونة. نزلت تتسوي، راجعة من الشغل، لقيت طبق فراولة حلو عند الراجل بتاع الفاكهة، جبتيه بقلب جامد لأنك بتتابع القناة الأولى الشيف المغازي، فهيقول لك إزاي تعملي فطيرة حلوة بالفراولة. ونرصها كده مع بعض بالشكل ده كده. أه، وتسيبي طرف العجينة من غير حشو زي ما أنا شغال كده. ليه ما سويتش العجينه يا مغازي قبل؟ ده كلام مهم جدا. انا عارف السؤال ده في قلبكم عايزين تسالوه، بس اعتقد مكسلين تتصلوا. تسويه الفراوله الجميله الحلوه اللي معايا سليمه زي ما هي كده مع تسويه العجينه نسبه وتناسب، كلها هتطلع مع بعضيها ان شاء الله. اه زي ما انا شغال كده اه. وهدخلها الفرن دلوقتي كلها في درجة حرارة 180. هتطلع الفراولة دي من النار يا أختي يا خالتي يا عروستي، تاكلي صوابعك وراها. على ما تستوي العجينة الفراولة دي هتبقى بوظة، هتبقى استوت. طبق فراولة بيتباع عند بتاع الخضار، جيبيه بقلب جامد. خش على البيت عجينة عجينة، كوبايتين دقيق،
معلقه سكر، معلقه صغيره خميره، ربع معلقه بيكنج باودر، حط في المكونات بيضه، زبده، وتطلع معاك عجينه لطيفه وجميله زي الفل. وبعد كده ترص الفراوله زي ما انا رصيت كده، عشان الفراوله دي من ارض مصريه اهو. والله دول احطهم كلهم. انا عارف الفراوله على الشاشه بتتكلم مصري. واخد الصوص ده كده، ركز على الحلاوه بقى، شوف الحلاوه، شوف الحلاوه اهو. هو ده هو ده هو ده اهو. درجه حراره الفرن عندي 180 اهو. سكر شربطه نازل على الفراوله اهو، اوزعه كده اهو. مكونات الشربطه دي يا شيف من ايديا وحياه عينيا، صنع ايديا وحياه عينيا زي ما بيقولوا. معلقتين دقيق، عصير ليمون، قرفه، سكر، زبده، قرفه، سكر، زبده. درجه حراره الفرن عندي 180. نبص على الفرخه من جور السعيد يسعد. ايه الحلاوه دي؟ نطلع الفرخه دي ولا لسه؟ طيب نحط الفطيره بتاعتنا في ارضيه الفرن، ومطلوب مننا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير زي ما هي كده. مخرجنا الجميل بص عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الفراوله بتاع الفراوله في قلب الفرن. ناخد بعضينا نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف الرز بتاعنا ده اخباره ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ما تطلع فاصل من عند الرز، شوف الرز ده كده، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره علشان نعمل بطاطس، نوع بطاطس لطيف حلو لاولادنا. نعمل لهم بقى فراخ، رز. يقول لك يا عم انا مالي، انا عايز اكل في بطاطس. الاولاد يحبوا البطاطس المقليه، فانا جاي على بالي النهارده اعمل لهم نوع بطاطس حلو كده اسمها بطاطس بانيه، غير اللي احنا متعودين عليها. في نوع بطاطس اسمه كروكيت، ده مشهور في بعض السوبر ماركات، بيبقوا 10 قطع كده في قلب الكيس، ثمنهم غالي شويه. بطاطا بانيه، معانا بطاطس اتسلقت سابقا واتقشرت ثم ترست، ومعانا بقسماط ناعم، ومعانا فص توم حلو، شويه بقدونس حلوين، ومعانا بيض. جبنا البيض يا شباب حلو. طب استاذ حافظ بعد اذنك معلش. حلو، طب تعالوا نعمل ازاي البطاطس بتاعتنا اللطيفه الجميله. خلينا نشوف الرز الاول اخباره ايه، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. هو ده طبعا، احنا بنروح بعض المطاعم بنلاقي الرز ده لونه جميل وحلو بالزعفران. بيجي اللون ده بقى، الزعفران ده منين؟ تصلي على الحبيب كده. بناخد شويه زعفران حلوين زي ده كده. كمان واحده بس خلاص، ونخلي دي كده. ده يلون حاجات كتيره قوي زي ما هو كده، لسه ما خلصتش. ومع معلقه زيت صغيره. حلو. الرز بيتلون ازاي يا شيف؟ زي ما انا هعمل دلوقتي حالا. شوف الرز. خد لون. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلاص ما تقلبوش كتير، نغرف الرز بتاعنا عشان نتفرج على الفراخ. الله، طبق حلو كده. مهم جدا وانت بتعمل الطبق ده تحط في الاعتبار ان ولادك عايزين نفس الشكل اللي بياكلوه بره. بره بتلاقي الرز كده على صينيه وعليه الفراخ او عليه المندي او عليه اللحم زي ما بنشوفه في بعض المطاعم. الله، حلو قوي. تمام، معانا الفرخه اخبارها ايه؟ اوبا، ايه الحلاوه دي؟ بص على الفرخه دي، شفت الجمال بتاع الفرخه؟ في طريقتين للتأديب مخرجنا الجميل. الطريقة الأولى عينيا، الطريقة الأولى إن احنا نقدم الفراخ كده سخنة. الله، زي ما هي كده. الطريقة التانية إن احنا نحط الفراخ على الرز زي ما انتوا حابين. فراخ اهيت فلة بألف هنا وشفا.
معانا شويه رز لطاف وجمال هيتقدموا بالشكل ده كده. مهم جدا وانت بتقدم الرز ده تحط في الاعتبار ممكن تقدمي معاه زبادي يبقى حلو اهو. الحلقه النهارده عنوانها البساطه والسهوله والمرونه، ازاي تعملي اكل زي بتاع المطاعم بره بفكر بسيط وسهل. نرجع لموضوع البطاطس، تعالوا نكمل ايه الحدوته بتاعتها. واحنا شغالين مع بعض، المكونات عندنا بطاطس، اخبار البيض اهو زي الفل تمام، بكسر واحده والتانيه والتالته زي الفل، واقلب الخليط ده مع بعضه، بس لازم ادعمه، دعمه بشويه بقدونس، سنه شبت صغيره، بعمل بطاطس بانيه بقى لها طعم، احط توم كده واشيل كل دول من هنا. انا النهارده المطبخ بتاعي فيه شويه بساطه سهوله مرونه، واخد معلقه نشا ونقلب الخليط ده يا عم الشيف كله مع بعضه، فلازم اقلبه في كسروله كبيره. مهم جدا يا ست الكل لما تعملي البطاطس دي تحط في الاعتبار ولادك هيحبوها، فلازم طبعا تكون عامل كميه كبيره زي اللي انا عاملها دي كده. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، خلي بالك لو حاطه ملح على سلق البطاطس ترفع ايدك من الملح شويه. هنعجن العجينه دي يا عم الشيف مع بعض، وعندي طاسه شديده الحراره اهي، بحط فيها زيت عشان نحمر البطاطس دي مع بعض. استاذه رحاب بعد اذنك استاذنك نطلع بمقادير البطاطس البانيه دي تاني عشان هتعجب ولادنا، واعتقد ان مامي هتعملها بنفس الطريقه. ده زعتر حلو قوي. المقادير على الشاشة، حاجة لطيفة وحلوة ولادنا يحبوها، تبقى حلوة مع بعض. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه. في حاجة واسعة كده. وحاجة مش مكلفة، كيلو بطاطس 3 تعريفة. بيقولوا لي على السوشيال ميديا يا شيف مغازي وفي حاجه بثلاثه تعريفه، ثلاثه تعريفه تاني تعبير مزاجي مجازي بيسموه تقريبا كده عن الحاجه في متناول الجميع. يعني هتقولي لي مش هنجيب بطاطس موجوده، والبطاطس بتقعد عندك في الدرج الثلاجه ولا الدرج بتاع المطبخ لغايه لما تبوظ، وتقولي لي بخزنها. اسلقيها بعد ما تغسليها كويس، سلقتيها بعد ما غسلتيها قشريها وسيبها تبرد في التلاجة، هي رسالة بإيدك. حط عليها المكونات اللي أنا حطيتها، معلقتين نشا للكيلو البطاطس، 3 بيضات، شوية توم، شوية بقدونس، شوية كزبرة زي ما أنت عايزة، خضرتيها كده واديت لها طعم وشكل حلو. هنعملها بانيه دلوقتي وإحنا مع بعض. واقفين كده على السلة، الزيت عندنا درجة حرارته عالية، هبدأ أشتغل كده باللطافة. حلوة، واللي هبدا اعمل بقى بالشكل اللي انا عايزه، اعملها شبه البرجر ماشي، شبه المعلقه اللي اعملها دلوقتي ماشي، زي ما انت حابه. هي الفكره عايز اوصلها لك ان ولادك لازم ياكلوا بطاطس مختلفه. ادي معلقه والزيت هنا بيسخن، وادي البطاطس بتاعتنا، وانا طبعا سبتها للاخر علشان يبقى معانا وقت. اخد كده اهو نفس الموضوع كده، مش علمناك يا شيف مغازي لما تيجي تستخدم معلقه في حاجه زي كده تحط حاجه فيها ميه؟ اتعلمنا كده عشان المعلقه ما تلزقش. لا مش زيت يا غاليه، لو حطينا زيت احنا بنعمل بانيه الخلطه تفصل مننا، ميه مش كل حاجه فيها زيت. نحط كده تاني اهو، حاجة والله لطيفة يا شيف اهو، يعني انت ما بتخليناش نكلف كتير. الزيت شديد الحرارة خلي بالك،
بطاطس هنا مستوية. استخدميش ايدك خالص. شوية بطاطس هيعجبوا ولادك، عندك حماتك بتزورك هتعجبها، لان دي سريعة المضغ والهضم كل حاجة. ناخدها زي ما هي كده بقى. اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه يا شيف؟ بص على الحلاوة، يلا استاذ زيت المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. نعم. لا ما ترجعش، ما تتحطش في بانيه، ما انا حاطط بيض في العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. الله 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 الله. بطاطس بانيه، دي مش كروكيت، كروكيت بتتحشي لحمة مفرومة. مالها؟ طلعها. حاضر، انا افتكرت انتوا شايفينها بتتحرق. المال الحلال يا استاذ رحاب، ربنا مبارك فيه. طلعها، عايزين اطلعها. طلعها. لا فله فله. تمام تمام. ما انه حبايبي والله ناس الحلوه. ايابا ايابا، ايه الحلاوه دي؟ بص عليها في الفرن، بص عليها كده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هنشيلها نطلعها على الشبكه فوق. لسه شوية. اللهم صل على النبي. عايزين نطلعها بره. نطلعها ازاي؟ كده بالشقاوة دي كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة. ده المطبخ. ايه ده؟ ايه الصورة اللي بتسبق الكلام دي؟ زي ما انا اقف شوية، ايه اللي ابداع الفن ده؟ فرسان التلفزيون المصري. نخليها كده وتعالوا نكمل مع بعض اللي بنعمله. بطاطس محمرة دي يا شيف، ده جامدة أوي. بعلات النشا هنا عاملة عمايلها يا أستاذ رحاب. شفت مقرمشة إزاي؟ قطر تحت أسنانك وأنت بتاكليها. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هي كانت طبعًا معتقدة إن أنا لما أحطها في الزيت تفك وتبوش زي ما بنعمل الكروكيت كده، ونيجي نحمره نلاقيه إيه بشفز قلب الزيت. خبرة الطهوية هنا لها دور. تاني نشتغل تاني شوية. إحنا ورانا حاجة ولا إحنا معانا وقت؟ لغاية لما تقولوا لي خلص خلاص. انا شخصيا بعشق البطاطس دي على فكره. بطاطس بانيه تاني، واللون كهرمانه. مكونات البطاطس دي يا استاذ رحاب بعد اذنك تاني على الشاشه، عشان كل ام بتتابعنا. احنا كلنا مفطومين على البطاطس دي يا اخوانا. بناكلها مقليه بس، انا النهارده باكلها بطريقه تانية خالص. ماشي. عشان فاطمه مين؟ اتصلت فاطمه. ماشي، هنشيل كل ده مع بعضه ونقلب ده يا عم الشيف. بصراحه انا عايز احمر دول عشان انا ايه بحب البطاطس دي. بسم الله. تاني في قلب الزيت. بالسله. خليتها للاخر عشان لو قالوا لي احنا وقتك خلص يبقى كفايه اللي احنا حمرناه. معانا وقت نحمر تاني. ونشيل اللي احنا حمرناه. طب البطاطس دي لما نيجي نشيلها بقى نعمل ايه؟ مهم جدا. نجيب طبق زي ده كده، وعندك مناديل مطبخ حلوه زي دي كده، حطها هنا كده، ودي موجودة عادي استخدامك ليها. وامسك البطاطس دي اطلعها، هي استوت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا. حاضر، ادي البطاطس بتاعتنا. البطاطس سهلة، مالناش دعوة بالبوتاجاز. اهو اللي ودينا عند البوتاجاز اهو. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ اهو شايفة الكهرمانة دي؟ اهو. ايه ده يا شيف؟ ايه دي؟ مكوناتها ايه دي يا شيف؟ بطاطس مسلوقه بالقشره. اوعى تقشري البطاطس وتسلقيها، مش تطلع معاكي كده ابدا. انا ماليش دعوه بقى، انا قلت لك وخلاص. خلي بالك ليه يا شيف؟ هتسيح منك في قلب الزيت. هدخل دول كده النار.
ونروق على الدنيا دي كده اهو. الله، خلي بالك الزيت هنا جاهز لتحمير البطاطس. اه بتحبيني لازم تجربها لاولادك النهارده، مش مكلفه خالص، بطين من الثلاجه من باب الثلاجه هتجيبيهم وهتعملي البطاطس دي لاولادك. نروق المطبخ بتاعنا عشان انا خلصت. اه زي الفل. بس عمليه التحمير لازم تتم في زيت ايه؟ شديد الحراره، والزيت ما يبردش تحت البطاطس عشان ما تفكش منك وترجعي تزعلي مني. اه مهم جدا. اطلع الفراوله عينيا. حاضر. اه ومطبخنا رايق. حاضر عينيا يا ست الكل. اه ادي البطاطس بتاعتنا في قلب الزيت. الفراوله يا بتاعي الفراوله، اللهم صل على النبي. مهم جدا، عايز اطلعها في الطبق ده. نبص عليها كده كمان مره. يلا تعالي يا حلوه. ألف أنا وشيفة لله ياكل منها. سخنة يا شيف على إيدك. شفت الفطيرة اتعملت إزاي في وقت قياسي؟ بص على الحلاوة كده، بص على الحلاوة. مخرجنا الجميل حبيبنا، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ معايا حباية فراولة شايلها مجهزة محضرة. باخدها كده زي ما هي أهي. بحطها هنا كده. واللي تسلم إيدك يا شيف مغازي. دلعني بقى بالفراولة. ايه الحلاوة دي؟ عينيا. عايز اقول حاجة على فطيرة الفراولة دي، عايزة تاكليها كلها سخنة. أنا أحبها سخنة صراحة. طعم القرفة فيها بيبقى سخنة حلوة أوي. عندك آيس كريم في التلاجة، طلعي بولتين آيس كريم، ومع كل طبق بتقدمي لأولادك شوية آيس كريم، هتدعي لي وهم هيدعوا لي كمان. حلو الكلام؟ أه، وهي سخنة. شفت العجينه مرمشه ازاي ولطيفه وجميله؟ ولا تشتري عجينه من بره ولا حاجه. اخبار البطاطس ايه؟ البطاطس النهارده زي ما قال الكتاب، منسجم قوي معاها. شويه دول اغرفهم في طبق حلو عشان مخرجنا يبص عليها كده. الله، اه الله. اه بطاطس بانيه بطريقه سهله وبسيطه تقدري تعمليها لاولادك بفكر جديد. سيبوني انا اعيش مع دي بقى، لو انت حابين تخلصوا انا جاهز. اه حلقتنا النهارده عنوانها قبل ما نتكلم عن الاكل بساطه سهوله مرونه. عملنا فراخ مشويه، خدنا نتيجه التحمير والبيون عملنا شويه رز حلوين بسمتي، عملنا بطاطس لاولادنا بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه، بطاطس بانيه، عملنا كمان فطيرة جميلة جدا بالفراولة بتتكلم مصري، لأن الفراولة طيبة من أرض مصرية وبتكنيك عالي وبخبرة بسيطة، ولكن برضو عنواننا بساطة سهولة مرونة. الكلام ده منين يا شيف مغازي؟ من ماس بيرو.